امي اطلعي اقعدي برا، بدك تضلي محبوسه بغرفتك. بدي اطمن عليك قبل ما اروح على المدرسة. انا بخير حبيبتي، روحي على مدرستك ولا تاكلي همي. موجه حبيبتي، عملي لي سندويشه جبنه، بدي اعزبك لانه من امبارح ما حطيت ولا لقمه بتمي. لحظه، وجيبيني معك مي تكفيني لبين ما ترجعي من المدرسه. اي حبيبتي. بدي اعرف شو اللي مخليكي تحبسي حالك. يلا روحي بلا ما تتاخري، يسلموا ايديكي، روحي. امي، ومين بده ينظف البيت؟ لانه البيت وسخ كتير، لازم يتنظف قبل ما يزيد الوسخ اكتر. بس ترجعي الظهر من المدرسه انتي بتنظفي حبيبتي. طيب لا تنسي تشربي دواكي. طيب موجة، اذا شفتي فكري انتي ورايحة، اذا شفته بطريقي انا بعرف منيح شلون بدي اتصرف، مو كل اللي صار معك من وراه. فكري شو دخلوا بالقصة؟ كله من الجورة، كل يوم الصبح نطفي. ماشي يا حبيبتي، سكري شبابيك حتى ما تفوت الغبرة. حبك كتير. امي انتي منيحة؟ اوف، شو اللي خلاكي تذكريني؟ خير فكري؟ ليش هيك وشك أصفر؟ أنت صاير معك شي؟ وشي أصفر؟ أعطيني. ايه والله اصفر كتير. ما رديت على حدا ورجعت شربت مرة تانية، ما ليكك رجعت مرضف. حاشتك نق، بهرب من نق بنتي بتجي انت بتطلع لي فوق راسي. خلصنا بقى مرتضى، انا جوعان كتير، جيب لي شي. وليش ما اكلت بالبيت؟ ايه انسى، هدول اصلا ما عندهم شي يتاكل بنوب، طول الوقت بياكلوا معكرونة، واذا غيروا بياكلوا بيض وجبنة. اقسم بالله اذا هدول الولاد ضلوا ياكلوا بيض وجبنة رح يموتوا بالاخر، انا متأكد. وبكرة بتشوف. تعال هون، تعال اطلع بوشي مبين عليه انه اصفر. ايه والله يا فكري كتير مصفر وشك. بشرفك. ايه عن جد. ايه اصلا اصفر وشي وقت اللي شفتك. ايه تصطفل. يا الله. ايه ها تفضل. شو هالدعم مرتضى، كعك ومع كعك؟ لك مو انت اللي طلبت؟ ايه شايف، لو انا عند شيماء هلا كانت حطت لي قدامي 100 نوع ونوع، وانا كنت طول الوقت عم شك هون وهون وهون واكل على كيفي. بايتي والله الحجر اطرى منه، تضرب بشكلك. فكري ليك اسمعني، شيل شيماء من راسك وروح ارتاح، والله وضعك مو عاجبني ابدا. واحد اهبل مثلك بينساها لشيماء. ليش لانساها انا؟ لا اله الا الله. ايه يا روحي. ها بالله عم تحكي جد؟ تمام يلا رايح فورا، رح روح. شوفي لا تشغل لي بالي، شيماء صايبه شي مكروه. شيماء شو بدر عمل حادث ولازم نروح لعنده. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.